مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أيها الله الجزء 74، وعنوان حلقتنا الأشعري عبد القادر الحسين يرد على الوهابي الفوزان. شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ الألباني لما سألوه عن حديث حق الرحمن قال لا نستطيع نتكلم في هذا الحديث بأكثر مما جاء فيه، فنقول لأن الله عز وجل قد أخبر بذلك على لسان نبيه ومجال التأويل واسع، ولكننا نسلم تسليما ولا نتأول. وابن تيمية بيقول إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وابن حجر وطبعا هو أشعري بيقول حق الرحمن هو إزار الرحمن مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. الشيخ فوزان قال ما جاء في إثبات اليدين لله صفتين ذاتيتين له، صفتين ذاتيتين له جل وعلا، فنثبت إن لله يدين حقيقيتين لا تشبه يد المخلوقين، ولا نأولهما بأن المراد بهما القدرة أو النعمة كما تقول الأشاعرة ومن نحى نحوهم، بل هم يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى ومن صفاته الذاتية. وإحنا كل اللي عملناه شلنا اليد وحطينا مكانها حق، يعني المفروض حق الرحمن أو حقوي الرحمن حقوان حقيقيان لله ومن صفاته الذاتية. ونكمل معكم كلام الشيخ الفوزان في الفيديو اللي جاي ونشوفه مع بعض. وأما قوله الجارحة، هذا لفظ الجارحة لم يرد نفيه ولا إثباته، مثل لفظ الجسم لم يرد نفيه ولا إثباته، فنحن لا نتلفظ به. وهنا نلاحظ أن الشيخ الفوزان لما تكلم عن الجارحة وأنها ما جاتش لا بالنفي ولا بالإثبات استشهد بلفظ الجسم اللي أصلاً ما جاتش كلفظة، ويعني ما فيش ولا آية ولا حديث فيه ذكر الجسم لله لا نفياً ولا إثباتاً. فيقول الشيخ الفوزان ده إحنا مش هنتلفظ بيه لأنه كده بيدل على الجارحة. طب يا شيخ الفوزان، صفة الحقوين وحق الرحمن دي جت باللفظ بالإثبات، هل هتتلفظ بهذه الصفة؟ هنشوف جواب الشيخ في الفيديو اللي جاي هاول. لكن إن كان يقصد بالجارحة اليد الحقيقية فهذا حق، الله له يد حقيقية. وزي ما شفنا الشيخ الفوزان بيقول لكن إن كان يقصد بالجارحة اليد الحقيقية فهذا حق، فالله له يد حقيقية. وأنا سؤالي للشيخ الفوزان، إزاي عرفت إن لله يد حقيقية؟ طبعا من خلال النصوص سواء القرآن أو الحديث. طيب أدي ده نص وده حديث صحيح عن النبي قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذ بحق الرحمن. ونطبق كلامك على يد الله على حق الرحمن ونقول لكن إذا كان أو ولكن إن كان يقصد بالجارحة الحق والحقيقية فهذا حق، فالله له حق حقيقي. إيه المشكلة؟ طالما في حديث صحيح بالصفة دي هنعرف إيه المشكلة في الفيديو اللي جاي. أما إن كان يقصد بالجارحة يعني مثل يد المخلوق فهذا صحيح نفيه عن الله متعين. الشيخ الفوزان بيقول إن اللي يقول إن لله أو إن الله ليه جارحة يعني زي يد المخلوق أو مثل حقو المخلوق فده غير صحيح ولازم ننفيه عن الله. يعني المشكلة هنا هي التشبيه، يعني لو الواحد يقول إن لله حقو أو وسط أو خسر ولا يشبه حقو أو وسط أو خسر المخلوق يبقى إيه الإشكال يا غلاة الحرام للوهابية؟ لما تكون عقيدتكم تتوافق مع صفة الحق لله ليه التفويض؟ ونواصل مع الشيخ الفوزان ونشوف هيقول ايه في الفيديو اللي جاي. فله يدان ليستا كيدي المخلوق، هذا من حيث المعنى، اما من حيث اللفظ فلا شك انه لم يرد، والذي لم يرد في كتاب ولا سنه يترك. طيب امال ليه يا شيخ الفوزان ما تقولوش نفس الشيء على صفة الحق؟ ليه ما قلتوش فله حقوان ليس كحقوي المخلوق؟ هذا من حيث المعنى مع ملاحظة ان حق الرحمن من حيث المعنى برضه، وملناش دعوة بلفظ الجارحة برضه يا شيخ الفوزان، عشان كده ما عندناش مشكلة لما تقول أما من حيث اللفظ لا شك إنه لم يرد والذي لم يرد في كتاب ولا سنة يطرح. يعني لو قلنا إن حق الرحمن جرحة أو عدو فالمفروض إن كلامنا هيكون حق، لأن الله له حقوان حقيقيان أو حق حقيقي. شوفوا معايا الفيديو اللي جاي لما بيتكلم عن يد الله بيقول إيه.
لكن إن كان يقصد بالجارحة اليد الحقيقية فهذا حق، الله له يد حقيقية. شفتوا ازاي اعزائي المشاهدين لما اخذنا كلام الشيخ الفوزان وطبقنا على صفة الحق وما كانش فيه اي حاجة غلط ولا اي حاجة تتعارض مع عقيدة غلاة الحنابلة الوهابية؟ سؤال لكل وهابي بيشوف الحلقة دي، امال تفويض صفة الحق لله ليه يا وهابية؟ ونروح للشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر وهو بيعارض إثبات كلمة الجارحة، سواء رفضنا اللفظ وأخذنا بالمعنى أو أخذنا المعنى واللفظ. إثبات أي صفة لفظها يحتمل الجارحة أو صفة خبرية ده مرفوض عند الأشعرة. وشوفوا معي الفيديو. أمس فوزان باللفظ يسألونه هل الله له جارحة؟ فيقول ماذا تعني بجارحة؟ إذا أردت يد حقيقية نعم له جارحة، هكذا هكذا. وإذا أردت أن كلمة جارحة يعني يد تشبه أيدينا فهذا ممنوع. والله يعني سذاجة غريبة في الكلام. كلمة جارحة في لغة العرب ما معناها عند كل العرب؟ عضو. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر محسن هو بيقول يا فوزان أنت بتقول إيه؟ يد حقيقة إيه وجرحة إيه؟ ازاي يا فوزان بتقول اللي سأله اذا انت بتقصد لله يد حقيقية يعني جارحة يبقى نعم لله جارحة، واذا كنت بتقصد جارحة يعني تشبه ايدينا فهذا ممنوع. وبيعلق على كلام الشيخ فوزان ويقول ايه السذاجة دي اللي بتقولوها يا وهابية؟ ده اي انسان عاقل بيعرف ان لفظ الجارحة في لغة العرب تعني عضو. ونروح مع حضراتكم لمجلة الأزهر عشان نفهم كم نقطة كده قلناها قبل كده من خلال عقيدة التنزيه اللي اتكلم عنها الأزهر في مجلة الأزهر، شوفوا معايا على الشاشة. والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. وطبعا زي ما وضحت لحضراتكم إن الأشاعرة نزهوا الله عن لفظة الحق لأنها تدل على جرحها، فعشان ينزه الله قاموا بتأويل هذه الصفة، والتأويل ده عرضه الشيخ الوهابي الجامي في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض. ما الحل؟ الحل التأويل للنفي لألا يلحقوا بالمعتزلة. طيب سؤال لطلاب الشيخ الجامي برضو، انتوا كوهابية لما لقيتوا ان صفة حق الرحمن ملهاش حل إلا بالتفويض، فانتوا فوضتوا برضو، مع العلم ان الشيخ ابن تيمية وصف التفويض شر أقوال أهل البدع والإلحاد. شوفوا معايا ابن تيمية قال إيه، هنشوف كده على الشاشة مع بعض. إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، والتفويض نفي غلاة الحنابلة. أنا سؤالي ليكم، هل أنتوا حسيتوا أن إثبات صفة الحق لله فيها تشبيه؟ ونشوف الشيخ الجامي هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. ولكن إثبات الوجه وإثبات اليد وإثبات القدم وإثبات النزول وإثبات المجيء يؤدي إلى التشبيه. الشيخ الجامي بيقول إن عند الأشاعرة إثبات الوجه وإثبات اليد وإثبات القدم وإثبات النزول وإثبات المجيء يؤدي إلى التشبيه. لكن أنتوا يا غلاة الحنابلة الوهابية لو أثبتتم لله صفة الحق أو صفة الوسط أو صفة الخصر ويتحزم بالإيزار، انتم خايفين تشبهوا الله بمين يا ترى؟ وخصوصا لو اضفنا ان عرش الرحمن اهتز لموسى عبد. وتابعوني الحلقه الجايه والتقي بكم في الحلقه القادمه. لو سقطت مصادرنا الاصليه اللي هي كتب السنه فهذا اعظم بألف درجه من ان تسقط اراضينا. انت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبه بين عقول البشر.